المسيح شخص حازم حاسم، لم يتردد لحظة، لم يسقط في مأزق معين بحاول يعمل فتوى معينة. حياته حياة الوضوح والشفافية، كان بيتكلم علانية أمام الجميع، سيرته خالية من كل خطية، حياته كانت كاملة، مثال لكل واحد منا. والكتاب بيقول نحن جميعا واحد في المسيح يسوع. المسيح كان يعتبر للتشامبيون، كان بيعتبر بطل حقوق الإنسان. اليوم منشوف في جمعيات حقوق الإنسان، برضو في جمعيات حقوق الإنسان منشوف في فساد، ومنشوف في ظلم، ومنشوف أنه في ناس بتتشرى وبتتباع وبتتبرطل، وفي ناس حتى بالسفرات اللي المفروض تعطي فيز أو تعطي حقوق عم بيرتشوا بيتبرطلوا بلابز بجمعيات وجماعات التي تكره يسوع المسيح.